بختار اللي سهل علي حياتي، بختار اللي يغيرها، بختار إنديجو. يعني المخرجة الرائعة الجميلة ساندرا نشأت، ما تيجي نحط رجل على رجل يا بنتي عشان انا قلت لك قبلها، بس حبيت انت والله العظيم ابتدي الاول احكي بقى في حكايات مهمة. هنفك هو ده. أيوة يلا بقى. اهو سليم فين؟ سليم نايم في البيت وهصحى الساعة 7 الصبح. يعني يا بنتي حبيبتي ضريبة مال امال احنا ربنا ناخذ ضريبة. ضريبة جبتونا بس انا انت عجباني وانت ام جدا. عملت ايه بقى انا؟ فين ده انا وانا هتساليه؟ عيب عيب، ده انا اللي عارفة. انا مشردها في كف كل حته بجد. لو بصي انا عمري ما كنت ايه بقول مثلا الامومه ايه ولا لا، دي حاجه تانية خالص. دي حاجه حاسه انه حاجه طلعت لك هنا، هي حاجه جت والله وماشيه معاها بقى. يعني مش هتقدري تستغني عنها، لو شلتيها هتموت. يعني هي معاكي فمعاكي بقى، شكلها بقى حيل، شكلها هي معانا كده. فبجد الامومه حاجه، بصي ومش بحب، وفي ناس على فكره ما بقتش ام بس عندها امومه دي طبعًا. فشايله برضو هم الناس معاها شايلها كده لاني كان ممكن ما اخلفش برضو. فبحبش احس ان انا عندي امومه لا، في ناس الاحساس ده احساس، لا هو اصل احساس برضو يظل محتاج يتمجد طول الوقت. تخيل يعني انا مثلا كنت بنتي وهي حامل في قمه حالات الهوس بقى، لا ما احبهاش او ما احبوش، لو ما يطلع ما يحبنيش، كل الهلاوس. وبعدين اللهم لك الحمد يا رب. الحيل طالع لها هنا بقى، لابده هنا في حيل يطلع كده اللي هو مش، وفي وبرده مش يعني مش الخلفه ومش الحمل ومش التسع، التربيه العشره اللي كل يوم. فعشان كده بقول حتى لو حد جاب حد يربيه وهو كل يوم هو ده زرعه بتكبر معاكي. كلب مش يعني حيوان، بني ادم. حرام عليك يا شيخ. روح لا احساس. هو ده يعني مش دي يعني. انت مش شكلك ام تقليديه قوي، يعني انت ايه؟ اولا اشتغلتي وعملتي كارير عظيم، وبعدين قررتي انك انت هتعملي كارير تاني بقى بتاع البيت ده، فتزوجتي من رجل اعمال ناجح. رجل اعمال لله. لا انا قصدي اقول انك بتاخدي قرار الجواز برضو ما اتخدش بشكل تقليدي، يعني ما اتخدش في كارير بيشتغل وفي قرار في فاصله كده شويه، وفي كارير بقى هيتعمل في الناحيه التانيه، وبعدين يطلع عليه كلام بقى وحاجات والتبرعات والمش عارفه ايه والكلام اللي اتقال ده كله، اللي هو في الاخر لطيف يعني، في الاخر ما نقدرش نقول عليه سخيف ولا حاجه، لكن مبالغ فيه كالعاده. انما طبعًا لطيف انك بتشتغلي يعني متجوزي رجل الحمد لله ناجح، بتشتغلي مهنه ثانيه وبعدين وبشتغل مهنه برانه يعني، فمش هيعمل لك اوق جوه الشغلانه يعني، وانه برضو تاخدي قرار الخلفه في الحاله دي بيبقى قرار ناضج قوي، ما هوش يوه انا حامل يعني، في قرار بيتاخد. وبالتالي اتوقع انه النوع ده من الطريقه دي بتبقى انا بخلف وانا عارف هعمل ايه في اللي هعمله ده، يعني مش يعني قصدي اقول انه في ناس بتخلف بس من باب ان هي دي الطبيعه، وبعدين العيل يجي ويلوصه او ما يبقاش مقرر او مش عارف يخطط. هو اللوصه جايه جايه، ان اللوصه بتيجي حتى لو مقرره، بس ما قولي لي انت. لا يعني لا انا مش بني ادم قوي بقرر قوي يعني اقرر يعني بس لو حصل حاجه تمشيني في حته تانية لا مش يعني مش قوي، مش بتاع التخطيط قوي لا خالص. تخيلي لا يعني يبدو ده بس لا. فحاسه انه
انها تجارب في الحياه والحياه كل ما نكبر بتقصر. يعني اقول كلام بس هي دي الحقيقه. بس احلى حته بحبها بنت الصغيره حلوه دي خلوكم معايا. لا فخلاص فايه ايه بقى هنستنى ايه ونعمل ايه فاهمه. فحلو ان الواحد يعمل حاجات من نعم ربنا اداها له يجربها لو حصلت. وما كانش قوي قرار انا هخلف جت كده برضه. بس كنت ممكن اكون وانا اصغر وانا في لا اخاف اخلف. اخاف لانها فعلا مسؤوليه وفعلا انت روح كده يا انت قادره تسقي دي كل يوم وتبقي معاها يا ما نجيبش الزرعه دي بالظبط. ايوه ما هو ده القرار. هو ده القرار. فاظن ان انا قده دلوقتي. فحتى ما حد بيقول يلا واشتغل يعني ماشي ما انا هشتغل. كان حلو ممكن نبتديها اصغر او يبقى فيه الطاقه دي اكتر كان ممكن. بس ربنا مش يعني هي التوقيتات مش مهم يعني ملكه احنا مالنا. فهي جت كده مش قرار قوي قد ما هو نعم جت ونجربها وزي ما بقول لك هي كده. فالحياه ايوه. بس انت امتى اللي كان جاي معاكي وراسم حاجات على وشه وبياخد جايزه ولا مش عارف يعمل ايه؟ الهلال الاحمر. ايوه الهلال الاحمر. ورحتي عملتي له مش عارف ايه ومؤمنه كامل ودعوني ورحت وخدت شرفيه. ففجاه انا على المسرح فلقيت واحد طالع لي ماما وانت بتعملي ايه هنا والصوره دي ايه؟ حاجات كده غريبه قوي. ف وانا كنت ممكن في اماكن كتير اقول ايه الام اللي جايبه ابنها معاها دي ما تسيبه شويه. لا بيجي معايا ويعيط ويفضحنا وكل حاجه كل حاجه. والله حاجه جميله. طيب قول انت وانت صغيره انت دلوقتي صغيره برضو بس. لا مش قصدي لبسيني حلل وانا قاعده. انت ما كنتيش متوافق لك انك تخشي معهد السينما واشتغلتي الاول اتربيتي في مدرسه فرنساوي انا في القلب المقدس في الافسكر وبعدين عم درستي فلسفه ولا حاجه كده جنب لا ده فرنساوي كان شغال مع معهد السينما دي. ايوه خدتي الليسانس مع الـ حلو. مع الـ اوكي ابويا بقى العائلات اللي زمان اللي هو اخراج يعني ما فيش يعني ايه كلمه. قلت له مش انت بابا كان زمان تقول لي هيتشكوك وبصي عايزك تبقي زي هيتشكوك. كان بابا هيتشكوك ده بالنسبه له حكايه. واظن من بابا كده اللي هو عارفه رمى هيتشكوك ورمى الحكايه لما لقاني بجد عايزه. انا قلت هيتشكوك ولا مين ايه ده. فكان دايما بالنسبه لي هيتشكوك ده من كلام ابويا هو ده الحكايه تقول الفيلم ده لهيتشكوك زي الفيلم ده ليوسف شاهين. فكان دي دايما مش ابطاله مين. طبعا مش بطله مين ده هيتشكوك. فكان نفسي ابقى ده يعني. فالمهم فكان بابا اخراج ايه وسينما ايه دول مين دول كده. ماما بقى كانت شايفه ان انا عشان عايزه حاجه هعملها. فكانت هي حرام اللي ايه بتساعد بنت اللي هو هنخش اول سنه ونشوف ايه الاخبار. بس اداب فرنساوي عشان يبقى فيه جامعه. الى الان ما خدتش الشهاده يعني متخرجه وليسانس اداب فرنساوي ما رحتش خدت الشهاده الرسمي. الى الان هي لسه بيطلعوا بتاع دي اللي بنعلقها شهاده بنعلقها دم. وكنت دايما حته نعلقها ويا بابا كده. فكان سنه اولى معهد سينما عشاني واداب فرنساوي وما يعرفش اني في معهد سينما خالص. الى ان مره كنا نازلين سوا بس كان حاسس طبعا فلقاني مثلا اداب فرنساوي كده ورايحه الناحيه دي فعرف وتاني سنه بقى. وبابا كان عنيد قوي يعني بابا الله يرحمه كان طول الوقت يبقى ميت فيكي بيموت فيكي بس ما يقولكيش. يفتكرها ضعف ويفتكر ده. فانا مش عايزه ابقى كده اني فيا من ده. بتكتشفي كل ما تكبري كمان ان فيكي من اهلك الحاجات اللي انتقدتيها بتبقي ايوه صحيح. لحد ما شاف مشروع التخرج واول مره يقول لي والله ده انت طلعتي شاطره. فدي مش هنساها يعني كلمه بابا في الحاجات الحلوه بيقولها قليله بس دايما مؤثره. هي بقى استني بقى مشروع التخرج ده كان ايه؟ مع اخر شتاء. ايوه ده كان بطلته منى زكي. كنت بروح اخدها بعد ما تخلص بالعربي الفصيح مع محمد صبحي واستناها بالعربيه وناخدها. وابوها برده ما كانتش عايزه تمثل فاستناها ونهرب كان الله. ومين كان معاها في الفيلم؟ كان داليا ابراهيم الممثله معاها. وكان بقى ادوار حمدي السخاوي دكتور عندي في المعهد راجح داوود اللي عمل لي موسيقى الفيلم. الله يرحمه حمدي السخاوي. ودكتور راجح اللي راجح داوود بقى فجاه انا فلحص كده في المعهد السينما وراجح كان عامل الكيتكات ساعتها. واحنا بقى مبهورين كيتكات بقى فانا استاذي يعني بيدرسني فقلت له انا عايزك تعملي مشروع التخرج بمنتهى الله طلعتي جننتي
لا بص لما تشوف ما تحكمش، شوفه هو عاجبك انا عايزك تعمل عشان ابيض واسود والحاله دي وكده. رحت له البيت وراجل مشوا عليه هعمله طبعا، وعمل لي راجح داوود عمل فيلم. فبقيت اتمنظر راجح داوود عمل لي موسيقى. ايوه فين بقى الفيلم؟ اخر شتا موجود بس لازم اجيبه من المعهد برضو نسخه. ايوه ما تطلعوا الحاجه بقى، لازم اطلع الحاجه. مش معقوله ان انتوا كلكم بقيتوا مخرجين كبار كده، كل واحد مش عارف حتى ياخد فيلم التخرج بتاعه يحسنه يعمل له ريستوريشن. لا ما اتعملوش وحش قوي. طيب بس راجح بحب دايما اقول ده ان هو في ناس كده ما بتكبرش، راجح مش هيكبر. هو ده انك تمتزجي مع ده، تجيبي ده فكره عامل ازاي ادخل فيه. راجح كده، في ناس عامله كده. يوسف شاهين عامل كده ما يكبرش. ففي هو ده عايش بالشباب اللي حواليه فيفضل شباب، فيفضل دماغه صح يا طول الوقت. محمود مرسي قال لك ايه بقى ساعتها؟ جبته منين محمود مرسي؟ كان في انا كمان ايه ما احبش قوي ابقى فاشله في حاجه يعني. هنجرب ما نفعش. قلت لي ايه ده اللي انت عاملاه ده؟ روح ما باين عليك. ما احبش اقتحم بقى واحاول برضو لو مش تمام خلاص. فكنا في التحكيم وكان محمود مرسي هيجي وانا بعيني على محمود مرسي يعني. الناس كلها دكاترتي وعارفه عارفين، فقلت محمود مرسي اللي هيقوله هيجي مني هكمل مش هيجي. فانا بقى انت فاهمه عارفه لما بتبقي عامله عرض خاص وشغلك او كده بتبصي على الناس مش على فيلمك قوي، شايفه الرياكشنات والحاجات دي. طبعا فبص على وشوشهم كده، واول ما الشاشه ضلمت فالفين ساندرا دي راح مسقف كده لوحده. رجعتينا الايام زمان يا ساندرا، للسنه بتاعت زمان بس ومشي. يا لهوي. وانا بقيت مخرجه خلاص. يا لهوي انت بتشوفي بيها ازاي دي؟ ايه ده؟ انت لسه ما عدتيش؟ ده شكله هيقع. ايه الشياكة دي؟ على فين؟ النهارده ليلة قمر، يا ريت فريدة تيجي تشوفوا معايا. دي مرة واحدة بس في الشهر. واحنا صغيرين كان يقولوا لنا أول ما يطلع البدر اتمنى تتحقق الأمنية في البدر اللي بعديه. مين يبدأ؟ أنا. أنا نفسي ألقى ابن الحلال وأجيب خمس عيال ولد وأربع بنات، والبنات يطلعوا زيهم الله يرحمها، حلوين وناشفين، والواد بقى يطلع زي أبويا طيب ودمه خفيف، والبنات ما تخافش منه إنما تخاف تزعله، يبقى عندنا ارض. فينك كل ده البدر اللي جاي؟ اكيد غيرك يتمنى بقى. ها فريدة ايه؟ ولا امنية؟ اتمنى لك انا ولا انا؟ انا اتأخرت، اهلي اكيد قلقوا عليا. طب استني لما نعدي من البيت. مش هعدي من البيت ده تاني. طب استني اوصلك. الاجازه الجايه بس على لا لازم نكون شباب. فريده اعترف لي بحاجه يا سمريه، ابتديت ازهق من المدرسه، نفسي بقى الاجازه تيجي عشان يجي العزبه. انا هقول لبابا. فريده دي الورده اللي كنت كلمتك عنها، فاكراها؟ على فكره يا سمريه فريده بالهي مش بالالف. عارفه يا فريده برج الحمام من كتر المطر ما بقاش يغني، بيعيط. سمريه الاجازه خلاص قربت تيجي، وانا بذاكر كويس عشان بابا يوافق وما يبيعش العزبه. لا هكمل على كراكيبك اللي كانت ماليه السطح، ضيعت لي اليوم في ترويقه.
اختار رقمك المميز وهيوصلك لحد عندك وتقدر تستخدم وحداتك في اللي يناسبك. إنديجو، اختيار يغير حياتك.